ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل. بداية مرحبا بك دكتور غازي. منظمة أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بك. منظمة العفو الدولية تقول إن المجتمع الدولي تقاعس عن التصدي لجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط. بالنسبة للوضع العراقي دكتور غازي، كيف تنظر إلى وضع الحكومة؟ نعم، مؤكد التقارير المفصلة اللي استمعنا إليها عبر نشرة الأخبار، وأيضا اطلعت اليوم على التقرير المفصل لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق والشرق الأوسط. يعني على سبيل المثال، اليونيسيف تناولت وجود تهديد حياة لأكثر من 29 مليون إنسان اليوم في الشرق الأوسط بسبب الحروب وتعرضهم لمخاطر الموت أو المرض أو الدمار أو التشرد. هذه كارثة حقيقية. أيضا هناك رقم خطير بالنسبة للعراق، يقدر اليونيسيف أيضا تعرض حياة أكثر من 5 ملايين طفل بالعراق بسبب الحروب والنزاعات لمخاطر عديدة، قد تكون الموت أو الجوع أو المرض أو التشرد، انعدام الدراسة، التعليم إلى آخره من التفاصيل الخطيرة المرعبة. وأيضا مسألة الحماية اليوم بالعراق مع الأسف خلال الحرب اللي تم شنها، وهي حرب شرعية بالتأكيد على دولة الخلافة الإسلامية الإرهابية لطردها من المدن التي كانت تحتلها في الفلوجة، الرمادي، الموصل. لكن مع الأسف هناك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. ندرك تماما قبل أن تبدأ العمليات العسكرية، منظمة هيومن رايت ووتش، أمنستي انترناشنال، نبهت وحذرت من انتهاكات، وحذرنا من خلال الإعلام عن هذه الانتهاكات. لكن مع الأسف استخدمت أسلحة محرمة، استخدمت أسلحة نسميها غير ذكية، بمعنى انشطارية أو انفجارية أو محلية الصنع، كما تشير تقارير أمنستي انترناشنال، تؤدي إلى هدم البيوت، القتل العشوائي، الدمار الشامل إلى آخره من التفاصيل. طيب دكتور غازي، ماذا يعني القانون الدولي الإنساني؟ نعم. ماذا يعني تجميد حكومة العبادي ملف التحقيق بقضية سقوط الموصل، ولمصلحة من؟ هذا خطير، هذا خطير الحقيقة. السيد العبادي رئيس الوزراء وعد أكثر من مرة بكشف الحقائق عن أحداث الموصل، وما هي الأسباب أو العوامل أو الدوافع والعناصر اللي أدت إلى احتلال الموصل من قبل داعش، وانهزام أكثر من 4 فرق عسكرية، وترك المعدات والأجهزة والآلات، أيضا تمتلك أكثر من 28 مليار دولار كما تشير الوثائق في البنوك في الموصل، كانت من حصة داعش مع الأسف، واللي استخدمت كرصيد مالي للبنوك ولتمويل الأعمال الإرهابية لداعش. هذا خطير. إذن المفروض الحكومة العراقية تفصح عن التحقيق اللي تم إجراءه من قبل لجنة مختصة في مجلس النواب العراقي، وتم تسريب عدد من الأسماء. إحنا الآن أمام هذا التحقيق وأمام تحقيقات ممكن أخرى، يفترض إحالتها إلى قضاء عادل نزيه لكي يقتص أو تقتص العدالة. لماذا من وجهة نظرك دكتور غازي، لماذا يتأخر ملف إعمار مناطق بعينها في العراق؟ هذا ايضا يعني ممكن نشير ملاحظات او علامات استفهام عن وجود تمييز مذهبي، لكن على الحكومه العراقيه، على المؤسسات المعنيه، ان تثبت للراي العام العراقي، للمجتمع الدولي، انها حكومه محايده لا تميز بين المذاهب ولا تميز بين المناطق على اساس مذهبي او ديني. هذه المناطق تعرضت امام المجتمع للحرب والدمار. المجتمع الدولي وعد ب المساهمة بإعادة إعمار هذه المدن، إعادة الحياة الطبيعية، لكن مع الأسف الحكومة العراقية متباطئة تماما في إنجاز هذه الأمور. لحد اليوم يوجد أكثر من 3000 ضحية تحت الأنقاض في الموصل، هناك عشرات الألوف بل الملايين من الأنقاض يتم نقلها، قسم منها إلى خارج العراق، مسألة دفن الجثث، تعويض المتضررين. اليوم كل المدنيين
اللي تعرضت مدنهم، بيوتهم، قراهم إلى أضرار، إلى دمار، يفترض تعويضهم من قبل الحكومة عبر صندوق خاص. مسألة النازحين اللي لحد اليوم ما زال موجود أكثر من 3 ملايين نازح، يفترض توفير الشروط المادية الموضوعية بالمدن اللي هم نزحوا من عندها حتى يعودون بسلامة يعيشون حياة طبيعية. مسألة المدارس، طيب، الصحة، دكتور، التعليم، دكتور فيصل، إلى آخره. لكن مع الأسف هناك تقصير كبير مؤكد، وسمعنا معلومات خطيرة أن بعض النازحين اللي عادوا للموصل بدأوا الآن يهربون من الموصل بسبب عدم وجود خدمات إنسانية حقيقية مدنية لعودة النازحين أو للنازحين العائدين. نعم، العديد من المنظمات وكذلك يعني الكثير من المعنيين بحقوق الإنسان والذين يكشفون هذه الانتهاكات التي تجري في العراق، بالمقابل لا تترك الحكومة فرصة للتعبير عن أوضاع هؤلاء النازحين والمتضررين. كيف تنظر إلى أوضاع الحريات في العراق دكتور؟ نعم، أيضا يعني على الرغم أن الدستور العراقي ل 2005 يشير بوضوح إلى احترام حقوق الإنسان، احترام الديمقراطية، حرية التعبير عن الرأي، الصحافة، التظاهر إلى آخره، لكن مع الأسف في الواقع نشهد يعني انتهاكات خطيرة لهذه المواد الدستورية تتعلق بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، الصحافة إلى آخره. هناك العديد، عشرات من الصحفيين تم اعتقالهم بصورة تعسفية من قبل ميليشيات مجهولة في بعض الأحيان أو من قبل مؤسسات تدعي. هناك مثلا على سبيل المثال كثير من التفاصيل أثناء العمليات العسكرية وما بعدها، إعدامات حصلت غير شرعية غير نظامية. نعم، في الموصل، قبل معاملة الأسرى مثلا اللي يخضعون لحماية القانون الدولي الإنساني. نعم، تم التحقيق معهم بطريقة وحشية مثل ما أشارت تقارير الأمم المتحدة وأمنستي انترناسيونال. هناك تعذيب وحشي، هناك بعض الوثائق اللي صدرت، هناك بعض التقارير الصحفية عن اغتصابات. نعم، عن اعتقالات عشوائية، عن إعدامات عشوائية. يفترض الحكومة العراقية تحقق بطريقة محايدة نزيهة عادلة عبر قضاء عادل بكل هذه الانتهاكات الخطيرة اللي تعرض لها المجتمع العراقي. نعم، وتقتصد وتمنح أو يعني تقتص من أجل استعادة حقوق هؤلاء الأفراد اللي انتهكت حقوقهم أو بالنسبة لعوائلهم إلى آخره. نعم، عبر سكايب من عمان مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا جزيلا لك.